صباح الخير وتحياتي لكم من المملكة المتحدة. شكرا لانضمامكم معنا اليوم، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وعافية. اسمي أماندا ستراتن، ويسعدني أن أرحب بكم جميعا لنسمع عن المستقبل المزهر لجاكوار لاند روفر. بعد بضع دقائق سأعطي الكلمة للمدير التنفيذي لجاكوار لاند روفر السيد تييري بلوري، والذي سيخبركم عن إعلان اليوم. ولكن قبل البدء أنوه أن كل الضيوف سيبقون على وضعية الصامت، وسنهدف إلى الانتهاء خلال 20 دقيقة لنبدأ. أهلا بكم جميعا، إنه لمن دواعي سروري أن أقف اليوم أمامكم بصفة المدير التنفيذي لجاكوار لاند روفر هنا من قلب مؤسستنا في كايدن في المملكة المتحدة. أدرك بأن هذه السنة كانت سنة صعبة علينا، على عائلاتنا وعلى الصناعة والاقتصاد، ولكن وبالرغم من ذلك شهدت أيضا مرونة موظفينا وقدرتهم على التحمل في التعامل مع محنة لم نشهد مثلها من قبل. أود أن أشكرهم بشكل شخصي. الآن جاء اليوم الذي نفكر فيه بالمستقبل، فهذه مسؤوليتنا. لطالما كنا رواد في المجال التكنولوجي وتصميم المركبات الفارهة، ونحن ننوي الاستمرار بذلك. اليوم قد حان الوقت لإعادة تصور الفصل المقبل لهذه المؤسسة المتميزة والعلامتين التجارتين جاكوار ولاند روفر. الماركات البريطانية منغمسة في نسيج عريق من التصاميم الخالدة التي يتردد صداها لدى الناس، ترسم البسمة على وجهك كلما نظرت لها، تخلق تعلقا عاطفي وحميمية تجعلها مميزة في الساحة العالمية. فما عليك إلا أن تمشي في القسم الرائع لجاكوار لاند روفر للأعمال الكلاسيكية لترى وتشعر كم هو حي تاريخنا. وكعضو فخور في النظام الأيكولوجي لتاتا بقوته الصناعية ومنزلته العالمية، نحن في جاكوار لاند روفر لدينا شيء متميز، متميز في صناعة السيارات. والآن قد حان الوقت لإدراك الإمكانيات معا مع موظفين الموهوبين والشغوفين في المملكة المتحدة، في سلوفاكيا والصين وأرجاء العالم. في حوزتنا كل المكونات لإعادة تصور هذا القطاع والتجارب التي يسعى لها عملاؤنا لإعادة تصور معيار ومقياس الرفاهية. لدينا المكونات الناقود في مجال الاستدامة والنوعية. نحن كجاكوار ولاند روفر لدينا كل المكونات لنحدد ما تعني الرفاهية الحديثة في عالم الغد. لذا أنا فخور اليوم بإطلاق استراتيجياتنا ري إيماجن، استراتيجية تجعلنا نعيد تصور مستقبل الرفاهية الحديثة من خلال التصميم ومن خلال علامتنا التجارية البريطانية. سيتيح لنا الإفراط في إرضاء عملائنا في عالم يسوده الاستدامة الحقيقية، تحديد الرفاهية المسؤولة والحديثة. معا سنصمم معيارا جديدا في التأثير البيئي والمجتمعي للأعمال الفاخرة، ستمثل الفخامة في الراحة السهلة التي توفرها خدماتنا المتصلة وقدرات البرامج في سياراتنا والتقنيات التي تعتمد على البيانات والرقمنة الجذرية لرحلة العميل بأكملها وتجربة تملك السيارة. للقيام بذلك ستصبح شركة جاكوار لاند روفر شركة أكثر مرونة، شركة تمكن موظفيها وتعطي
تثق بهم في أن يحدثوا التغيير بوتيرة وبهدف واضح. سنركز على خلق القيمة وتفضيل الجودة والربح عن الكم. رؤيتنا واضحة، نريد أن نصبح صانعي أكثر السيارات الفاخرة والخدمات المرغوبة في العالم لعملاء أكثر تميزا. سيتم تصميم هيكلنا واستثماراتنا وثقافتنا وتركيزنا كله لإرضاء عملائنا بشكل مفرط في كل خطوة من رحلتهم الشخصية. في قلب ري إيماجن ستكون الكهرباء المحور الأساسي لكل من عالمتي جاكوار ولاند روفر. فالكهرباء مثيرة حقا، فالصفاء والهدوء، سلاسة الركوب، راحة الرحلة، كلها طرق نعبر من خلالها عن الفخامة في سياراتنا. نقاء الكهرباء هو الخطوة الطبيعية التالية، هي تضخم تلك التجارب الحسية وتجسد كل ما يجب أن تكون عليه السيارة الفاخرة الحديثة. تسمح لنا بالتلاعب بالمواد والأضواء والأشكال والروائح لزيادة المشاعر الجسدية والبصرية للمنتجاتنا. الرفاهية أصبحت نظيفة. تم بناء لاند روفر وجاكوار على هياكل منفصلة، وستتمتع بشخصيتين فريدتين. فهذه الشخصية المتجذرة في التاريخ الغني عاطفيا لكل سيارة يعطينا خيارين متميزين من الرفاهية العصرية. لاند روفر ستستمر رائدة لأكثر سيارات الدفع الرباعي قدرة في فئتها، حيث ستجمع بين التصميم الرائد عالميا والهندسة القوية والتقنيات المبتكرة. ستوفر الرفاهية العصرية من خلال عائلاتها الثلاث رانج روفر، التي تقدم صقلا منقطع النظير لقادة الحياة ديسكيفري، التي توفر التنوع اليومي للعائلات الحديثة، وديفندر، والتي توفر مغامرة لا يمكن إيقافها لمستكشفي القرن الحادي والعشرين. على مدى السنوات الخمسة ستستقبل لاند روفر 6 طرازات كهربائية بالكامل، سيصل أولها في عام 2024. وخلال نفس الجدول الزمني ستشهد جاكوار نهضة كاملة لتنبثق كعلامة كهربائية بحتة، وستسمح لنا المجموعة الرائعة من التصاميم الجذابة جنبا إلى جنب مع التقنيات الرائدة لإعادة تصور علامة جاكوار التجارية بالكامل، وذلك لخلق مكانة جديدة فاخرة في السوق تتيح لنا إدراك إمكانياتها الفريدة ليس فقط للعملاء ولكن للشركة. أستطيع أن أخبركم بأن الرحلة قد بدأت بالفعل، ويمكنك أيضا أن أخبركم أن الإثارة التي حاطت كتابة الفصل التالي من تاريخ هذه العلامة هو مصدر إلهام. إنها أحد أهم المراحل التي أتوقعها بفارغ الصبر. بطبيعة الحال كجزء من تلك الرحلة يتعين علينا اتخاذ قرارات تحافظ على نقاء الشخصية وتقنيات الجيل التالي للكهرباء التي نعمل على تطويرها. لذا على الرغم من إمكانية الاحتفاظ بلوحة الاسم، فإن خطة استبدال XJ لن تشكل جزءا من خطتنا الجديدة المركزة. من خلال ري إيماجن سنشهد تحولا إلى شركة تعمل بالكهرباء، وبحلول نهاية العقد سنحقق هذا الهدف. لوحة اسم بلوحة اسم، كل طراز سيكون متاحا بطاقة بطارية كاملة، بالإضافة إلى 100% من مبيعات جاكوار. من المتوقع أن يتم بيع 60% من سيارات لاند روفر التي لا تحوي على عوادم أنظمة نقل الحركة. نعتزم التخلص تدريجيا من الديزل اعتبارا من 2026، وسنحقق صفرا من انبعاث العادم بحلول 2036. ولكن لن نقتصر على استخدام الكهرباء الخالصة، فنظرا لأن اقتصاد الهيدروجين يسرع من استخدام الوقود النظيف للصناعة العالمية، فإن تقنية خلايا الوقود هي الخطوة المنطقية التكميلية لكي نجهز أنفسنا للتبني المتوقع لهذا المصدر الطبيعي للطاقة. سنبدأ في اختبار نماذج أولية من السيارات على طريق المملكة المتحدة.
سيساهم الكهرباء في تحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح غير منتجين للكربون بحلول 2039. ستعيش الاستدامة في قلب كل ما نقوم به، الهندسة والتصنيع وسلسلة التوريد والاستثمارات وخدمات البحث والتطوير، كلنا فريق واحد عالميا يعمل عبر جميع القنوات وجميع نقاط الاتصال في الشركة والعلامات التجارية وتجربة العميل، كلهم يقدمون تقاريرهم إلي مباشرة. سنعيد تصور الرفاهية المستدامة والمسؤولة. تصميم النظام البيئي الصحيح هو المفتاح. نحن بالفعل موطن للآلاف من مهندسي البرمجيات هنا في المملكة المتحدة وإيرلندا والصين. اليوم يمثلون واحد من كل 4 من فريقنا الهندسي، وهذا الرقم سينمو. ومع ذلك هنا تكمن ميزة عضويتك في مجموعة تاتا، شركة أم لا تخشى اتخاذ الخطوات جريئة، خاصة إذا كانت تتماشى مع مهمتها واستراتيجيتها الشاملة. لدينا الكثير من المكونات التي نحتاجها، إنها فرصة فريدة بالنسبة لنا. يتعلق الأمر أيضا بالشراكة مع رواد الصناعة الرئيسين، ففي الوقت الذي يتعين فيه على الآخرين الاعتماد بشكل كامل على الشراكات الخارجية، لدينا منفذ طبيعي للوصول إلى بعض اللاعبين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاتصال والبرمجيات. شركات تكنولوجية برأس مال سوق يزيد عن 100 مليار دولار، مسؤوليات تحمل 25% من إجمالي حركة المرور على الإنترنت في العالم وأكثر من ذلك. الإمكانيات مذهلة، إمكانياتنا لا تصدق. ولترجمة هذا، يجب علينا تبني التنمية بقفزات. سنستمر في تغذية شراكاتنا الرائدة عالمياً مع الجامعات والهيئات الأكاديمية ومبادرات الابتكار مع حكومة المملكة المتحدة. سنواصل الاستثمار في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتطوير الشراكات المناسبة للتحرك نحو أعلى مستويات الحكم الذاتي، كله لتعزيز تجربة الرحلة معاً. كجزء من التزام سنوي يبلغ 2.5 مليار جنيه استرليني للاستثمارات الذكية، سنعيد تصوير جاكوار لاند روفر كرائد تقني عالمي مستدام أول وفخور بمستويات الرفاهية. في ظل هذا التحول الرقمي، سنقدم لعملائنا تجارب جديدة ومستويات جديدة من الحميمية كثيرة لم يتم تخيلها بعد. هذا النظام البيئي الريادي والمبتكر قيد التنفيذ بفضل فريق إن موشن، وسيلعب استوديو 107 دورا مهما، بينما نقوم بإنشاء وتجريب وتوسيع خدمات تنقل جديدة من الألف إلى الياء. خدمات مثل نموذج الاشتراك المرد بيفيتل في المملكة المتحدة، الذي حقق نموا بنسبة 750% خلال السنة المالية. إنها حالة استخدام مثبتة ومربحة ومتنامية. الآن سيتم توسيع بيفيتل إلى أسواق جديدة، هذا مستقبل مثير. من ناحية التصنيع، الرؤية بسيطة: تصميم مقاييس معيارية جديدة في الجودة والكفاءة لقطاع الرفاهية. تعتبر استراتيجيتنا الهيكلية هي العنصر المركزي، بينما نتقدم خلال دورات حياة منتجاتنا والانتقال إلى منتجات تعتمد على البطارية. وللوصول إلى هذا سنستخدم 3 هياكل، 2 منها ستخصص للاند روفر وواحدة لجاكوار بي في. سيعزز هذا النهج استراتيجيتنا المتمثلة في تقديم شخصيات مختلفة جدا للعلامات التجارية. أول ما سيظهر هو منصة MLA المرنة الجديدة للاند روفر، ستوفر محركات داخلي احتراق كهربائية ولكن بقدرة كهربائية كاملة، بينما نقوم بتطوير مجموعة منتجاتنا خلال السنوات 5 المقبلة. وسيضم مع MLA هيكليتنا الأساسية PV التي تسمى EMA الهيكلة التركيبية الكهربائية، وهي منصة ستدعم أيضا محركات داخلي الاحتراق كهربائية حديثة. ومن أجل التحول الكامل من منتج لسيارات ICE إلى منتج لسيارات تعمل بالبطاريات، نحتاج إلى إعادة تصور عملية التصنيع وسلاسل التوريد المرتبطة بها. من خلال التركيز
الواضح على خلق القيمة، سنقوم بالتصحيح وإعادة تحديد الغرض وإعادة التنظيم. التبسيط هو الموضوع الأساسي هنا. من ناحية التصنيع، سنحتفظ بجميع مصانعنا الأساسية ومنشآت التجميع في جميع العالم. من خلال إعادة التنظيم سنقوم بتبسيط وترشيد مصادرنا. هذا سيسمح لنا أيضا بتسريع الاستثمارات في سلاسل التوريد للاقتصاد الدائري كجزء من أهدافنا وطموحاتنا للاستدامة. سنقدم المزيد من التفاصيل بما يتماشى مع دورة حياة المنتج، ولكن يمكن أن أؤكد أنه كونه بالإضافة إلى الشركة المصنعة لهندسة MLA، فإن مصنع سهيل سيكون أيضا موطنا لمنصة جاكوار PV المتقدمة. هيلوود ستكون وجهة تصميم EMA جديدة. سنعزز مصلحتنا من خلال مصانعنا في سلوفاكيا والصين، والتي تعد بالفعل أكثر المصانع كفاءة من حيث الجودة بشهادة شركة GD Power. ماذا سيحدث لكاسل بروموش؟ أولا، سنواصل إنتاج لوحات الأسماء الموجودة لدينا حتى نهاية دورة حياتها. بعد ذلك وبالتوازي، نحن نستكشف فرصا لإعادة توجيه المصنع، والذي يمكن أن يستفيد من تعزيز بصمتنا التشغيلية المنتشرة حاليا في جميع أنحاء الميدلندز بالمملكة المتحدة. بالتزامن مع ذلك، سنعمل على تحسين خدمات التفصيل والإنتاج حسب الطلب، من أجل الاستمرار في تقديم تصميم شخصي حقيقي لعملاء كل العلامتين التجاريتين. بطبيعة الحال، تتطلب الرحلة نحو كهربة علامتنا التجارية رؤية واضحة لوضعنا في سلسلة القيمة الجديدة. في الأشهر الماضية 12، واجهنا التأثير الاقتصادي لكوفيد، بالإضافة إلى الرياح المعاكسة للتغيير المتسارع للصناعة وبريكزيت. ومع ذلك، كما تظهر آخر أرقامنا المالية، فإن الدليل يشير بوضوح إلى عمل أساسي قوي بفضل علامتنا التجارية في الأسواق المثيرة كالصين، والمنتجات الرائعة مثل لاند روفر ديفندر الجديدة. من خلال دمج مبادرات الادخار النقدي السابقة الناجحة وتوسيعها، أطلقنا مؤخرا برنامج تحول واسع يسمى ريفوكس، وهي آلية التنفيذ الممتاز بسرعة والمضمنة في ريإيماجن. إن الثقافة التعاونية تعد أمرا بالغ الأهمية، لأننا نواجه التغيرات القادمة ونحافظ على زخمنا. ولكن أؤكد لكم، إعادة التركيز هو عملنا اليومي، هو عقليتنا الجديدة. من نواحي كثيرة يساعدنا حجم شركتنا. نحن شركة تتمحور حول الإنسان، وهذه ميزة ونحن بحاجة لاستخدامها. نستخدمها للعمل بشكل أسرع لنكون أكثر صرامة وانضباط. سوف نستخدمها لكي نكون كشركة تكنولوجية في سلوكنا وإنتاجنا. يجب أن نركز على العميل، أن نكون مهووسين بتقديم المنتجات بطريقة مرنة ومتمكنة. ستجعلنا كفاءة التركيز هذه نبدأ رحلة التكيف الدائم، مستفيدين من الكفاءات الكبيرة في القوى العاملة لدينا، وسننتج بسرعة ونحو هدف واضح، مما يقلل بشكل كبير من طبقات الإدارة في الشركة. فشركة مرنة توفر لنا الهيكل لتحقيق النجاح في عالم الغد. سيكون الجهاز العصبي المركزي لهيكلتنا الجديد هو التحول الرقمي الجذري. البيانات هي العمود الفقري للمنتجات الجديدة، ودورة حياة المنتجات الحالية، وجودة التصنيع، والأكسجين لسلسلة التوريد، والدعم والخدمات التي نقدمها والتي يمكن أن نقدمها لعملائنا في المستقبل. وأخيرا، سيكون هناك ترشيد لبصمتنا في البنية التحتية غير التصنيعية في المملكة المتحدة، لزيادة تعاوننا واتخاذ القرار السريع. سيصبح مركز ابتكار المنتجات المتقدمة في غايدن رمزا لهذا الجهد وقلب مفاعل الشركة.
وسينتقل المزيد والمزيد من الفرق إلى موقع مركزي واحد. أنا والفريق التنفيذي بالفعل قد انتقلنا إلى هناك، وبجمع كل هذه المكونات فإننا نسير على طريق نحو هامش أرباح مضاعف قبل احتساب الفوائد والضرائب وتدفق نقدي إيجابي، مع طموح لتحقيق صافي نقدي إيجابي للديون بحلول عام 2025. إرادتنا أن نكون أحد الشركات الربحية المصنعة للرفاهية. سيداتي سادتي، ري إيماجن هي استراتيجيتنا الواضحة، ودعوني أؤكد لكم أننا سنجري في سلسلة متتالية من السباقات. لقد صممنا خارطة طريق توفر اتجاها واضحا لشركتنا ولعملياتنا التجارية. سنصبح شركة أكثر مرونة بعملية تصنيع مبسطة، شركة تتطلع لشركائها بما في ذلك مجموعة تاتا من أجل القفز إلى الإمام، مع طموحنا في الاستدامة والتقنيات والخدمات المتصلة والرقمنة لعملائنا. معا سنعيد تصوير جاكور كعلامة تجارية كهربائية فاخرة، مع مجموعة جديدة من التصاميم الجميلة وتقنيات الجيل القادم. سنعزز ريادة لاند روفر في قطاع السيارات رباعية الدفع الفاخرة بنقاء الكهرباء. علامتين تجاريتين، شخصيتين متميزتين مرتبطتان بعناصر الجودة والاستدامة التي تدعم مستقبل جاكور لاند روفر للرفاهية. هذه هي استراتيجية ري إيماجن. شكرا لكم. يا له من مستقبل مثير للغاية للسيارة جاكور ولاند روفر الجديدة. شكرا لك تياري، وشكرا لكم جميعا في جميع أنحاء العالم على المشاهدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة jaguarlandrover.com/strategy. من فضلكم حافظوا على السلامة، وشكرا لكم.